السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم متابعيني في كل مكان، واهلا وسهلا بيكم. النهاردة جايلكم في فيديو جديد. لو لسه بقى ما اشتركتش في القناة يلا اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك. اول حاجة بقى ايه، نقول بسم الله. انا لسه جاية حالا من الشغل، قلت بس اول حاجة اعملها اروق كده الشقة واظبطها عشان لما ادخل المطبخ تبقى الشقة عندي برا ايه ما فيهاش اي حاجة خالص. وكنت متبله بقى بانيه من امبارح بالليل، متبله كده ببصلايه وملح وفلفل، حاجه كده التتبيله اللي هي السريعه خالص دي. لا مش السريعه، انا في حاجه تانية تتبيله بعملها اسرع من دي بصراحه، بتنجز معايا الوقت، وهبقى اعملها لكم المره الجايه اقول لكم عليها. كنت متبله يعني من قبلها بيوم بالليل، وجيت بقى ايه، طب اعمل جنبه ايه، اعمل جنبه ايه، في الاخر قلت اعمل ايه، شويه مكرونه محمرين كده، واقطع جنبهم ايه، خضار او اعمل سلطه. تمام. وهنا بقى كنت خلاص خلصت المكرونه، اول ما اتحمرت معايا حطيت بقى الميه ومعلقه صلصه وملح وفلفل ومرقه دجاج بس كده. وهنا بقى تروحت مطلعه الطاسه عشان احمر فيها البانيه، ومسكت بقى البانيه قلت اقف ايه اتبله، بس خدت لي بقى ايه قطعتين بانيه كده ليا عشان انا يعني ببتدي اقلل الاكل المقلي وكده، فقلت ايه اشويهم ليا انا كده على في طاسه كده بنقطه زيت او سمنه. وده اللي انا عملته، يعني حضرت قطعتين البانيه، وبعد كده وقفت بقى ايه اتبل بقيه البانيه كله. حطيت في طبق، طبعا انتوا عارفين التتبيله دي، بيضاير شويه لبن وعليها ملح وفلفل، والطبق التاني حطيت البقسماط المطحون، وبقيت ايه انتوا عارفين بقى طبق بطلع من البانيه على البيض باللبن، وبعد كده على البقسماط المطحون وخلاص، على البقسماط المطحون كله. هنا بقى انا قمت خلاص، بصوا المكرونه خلصت. قلت بقى اولع على البانيه، وهنا بص دهنت الطاسه الصغننه دي حته سمنه بلدي، ورحت حاطه عليها البانيه اللي انا عملته. وعايزه اقول لكم ان انا زودت عليه، يعني انا كنت كده كده متبله مع التتبيله على العاديه، بس رحت مزوده بقى كاري وكركم وقرفه وجنزبيل وخلطتهم كده في بعض شويه، عقبال بقى ما ركنتوا شويه دول. وهنا بقى حطيته مع طاسه زي ما انتم شايفين، وبدات بقى اقلي البانيه. طبعا الاكل دي احنا كلنا شبعنا منها، وتقريبا اسرع اكل عندنا، وهي فعلا بتنجز معايا في الشغل جامد. انا ببقى جايه من الشغل طبعا وقتي يعني، وخصوصا يعني انا كان عندي نادي النهارده تمرين بتاع مرام، فاللي هو ببقى جايه عايزه اعمل اكله سريعه، وبرده اكل للبنات. ساعات بصراحه بجيب اكل من بره، ساعات بيبقى عندي اكل مثلا من قبلها بيوم، فلو مش عندي وهعمل بعمل حاجه سريعه بقى، سندوتشات، حاجه زي كده تتعمل بسهوله يعني، بيبقى يعني ببقى عايزه ايه انجاز وقت عشان الحق برضو ايه يعني البسهم وننزل بقى نروح التمرين. هنا بقى انا جبت ايه طماطميتين وفلفلايتين اتنين كده بس، لان انا عندي مليكه بتاكلش الكلام ده، بتاكلش غير الخيار، بس للاسف كان الخيار خلص، وعشان كده معرفتش اعمل سلطة، فقلت اقطعهم كده ايه يتاكلوا صحيين كده فريش يعني. قطعتهم كده شرايح زي ما انتوا شايفين، وحطيتهم في طبق. عندي مرام هي اللي بتاكل الحاجات دي، محمد برضو ممكن ياكلها، انا انما مليكة زي ما قلت لكم كده ما بتاكلش عندي للطماطم ولا الفلفل ولا اي نوع غير الخيار بس، حتى الجزر ما لهاش فيه يعني. هنا بقى بص انا كنت خلصت الاكل خلاص، عملت زي ما انتم شايفين كده، ما عملتش حساب نفسي في المكرونه، انا اكلت النص رغيف كده مع البانيه بتاعي ومعاهم بقى ايه الخضار، والحمد لله قعدنا بقى وتغدينا وغديت البنات، وقمت بقى قلت اخلص ايه المطبخ عشان لما بنزل بصراحه النادي برجع من بره يا دوبك بقى احضر حاجه مليكه بتاعه الحضانه وحاجه شغلي لو هحضرها من بالليل، وخلاص بقى اليوم خلص على كده. فوقفت بقى قلت اخلص كده ايه المطبخ، مسكت المواعين كلها ايه غسلتها. يعني انا ما بعرفش بصراحه انزل من البيت من غير يعني وانا ورايا حاجه، يعني ما اعرفش مثلا اتغدى طب لما اجي اعمل المواعين الكلام ده، لا انا ما بحبش انزل من البيت غير وانا مخلصه كل حاجه ورايا. يعني ممكن تقولوا حاجه انا اتربيت عليها، عاده فيا،
يعني من كل ناحية انا ما بحبش انزل خالص، ولا احب اروح يعني عند اي حد او اخرج من البيت عامة غير وانا مخلصة كل حاجة، والشقة كده بقى عارفة ان هي منظمة ومترتبة ونظيفة. المطبخ ده زي لازم يبقى بيبرق كده قدامي، لازم بيلمع كده قدامي. مرتاحش نفسيا غير لما بعمل كده. هنا خلاص كنت قربت اخلص بقى المواعين وبشطفها، لولي داخلة خارجة عليا مستعجلة عايزة تلبس وعشان تنزل. قلت لها هخلص بس المواعين، وفعلا انا كنت خلاص هخلص المواعين وادخل بقى على طول ايه نبتدي نلبس. يعني يعني عايزه اقول لكم يا جماعه النظافه هي متعبه شويه، انا عارفه. انا بتعب، انا بتعب جدا والله، وخصوصا كمان ان ده بيبقى جنب شغلي. يعني انا عايزه اقول لكم اللي انتوا يعني الفيديو اللي انتوا شايفينه ده بدأ الساعه 4، يعني الساعه 4 ده ممكن يعني ممكن ستات يكونوا بيعملوه مثلا على 12 واحدة الظهر، حتى لو هيتغدوا بعد كده. لا انا ببقى جاية مهلكة، يعني صاحية من بدري جدا جدا، رحت شغلي وحر بقى، والصيف اللي انتوا عارفينه، جيت من بره ترويق الشقة فاهمين. فاللي هو ايه يعني ربنا يعيني ويعين كل اللي زي يا رب. دي بقى طاسه القليه، عايزه اقول لكم ان انا ما بحبش ايه يعني اسيبها، يعني مادام الزيت بقى مش نضيف كده ما بحبش اركنها. يعني لا اخدها كده اول باول اغسلها، بعملها الاول كده بالميه السخنه، وبعد كده امشي فيها سلكه من اللي انا عملت بيها مثلا المواعين، وبعد كده بقى سلكه نضيفه واعملها. وبصوا هنا خلاص خلصت، وكان المطبخ زي الفل. دخلت بقى اطلع ايه حاجه البنات، طلعت بدله مرام بتاعه الكاراتيه. الاستاذه لولي جت طبعا ورايا عشان تطلع وتختار هي الطقم بتاعها. حاولت ان انا اقنعها، الحمد لله المره دي يعني طلعنا بسهوله. احنا كل مره بنطلع كذا حاجه، ده لا ده طب ده لا مش عايزه ده عليه، فالمره دي اقتنعت معرفش ازاي بكل سهوله. احنا هنا خلاص جهزنا بقى ونازلين النادي. البنات اهم جهزوا، تعالي فين اللي باي، حطي لهم قولي لهم حطوا لايك للفيديو، حطوا لايك للفيديو. هنا روما، روما أول مرة تظهر ببدلة الكاراتيه. هي معاها أورنج، معاها أورنج، قولي حطوا لايك واشتراك للقناة. هي معاها أورنج 1، إن شاء الله بعد 14 يوم عندها تغيير حزام، وهتغير إن شاء الله الأورنج 2. ادعوا لها بقى عقبال يا رب كده ما ناخد الاسم، تبقى بطلة كبيرة صح؟ يلا روما اهي، قولي قولي باي باي. يلا الفيديو خلص على كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب ما كنتش طولته عليكم. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة واللايك لو سمحتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.